بداية الحرب كانت المواد التموينية متوفرة نوعا ما، ثم انقطعت المواد التموينية بسبب أعداد السكان المهولة جدا. الآن لا نجد غاز، ما في غاز كما تشاهدون. نقوم بالطبخ على الحطب، أنواع الأغذية شحيحة جدا. عندنا الآن طبيخ بنزيرة، بطاطا، عدس، كان هناك أطعمة مختلفة، الآن الأطعمة شحيحة. اليوم جاي عشان الوضع صعب وجايين ناخد أكل لأولادنا، ما فيش أكل بالمرة لأن نصرف على أولادنا، وبيوتنا تهدت وبنتي متصابة وحالتنا بالحال الحمد لله. ما نقدرش نطبخ، ما فيش عندنا غاز، بيسيبنا جراتنا، ما عندناش إيش نعمل عليه، ولا عندنا غاز ولا عندنا نار ولا عندنا أي حاجة، مضطرين ناخد وعايشين على المعلبات، بقالنا 4 شهور وإحنا متبهدلين. إحنا بيجي على 7 أنفار والتكية بتساعد في الأكل والشرب مع الناس يعني، والوضع أنت عارف المدارس بكال، علبة حمص، علبة فول، وفيش طبيخ والحاجات هذه يعني، المعلبات يعني صعبة تقيل على معدة البني آدم، والطبيخ والعدس والأكل يعني بيساعد شوي في الهضم وبيساعد الناس، هم بيساعدوا موجودين كل حاجة. والله صعب الوضع على الناس كلها، أنت شايف البني آدمين قد إيش سكين. ورد عب هنا صورنا. حرك يا ابني حرك. عبيني هنا في السب. اليوم بنتواجد هنا عشان نوفر يعني لقمة الغداء لأولادنا، اللي كل حاجة صارت غالية يعني مش قادرين ندفع، معناش مصاري يعني ندفع حق الخضرة والمعلبات هذه كلها يعني غالية.